أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، لا شرقية ولا غربية، شعار يرفعه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كدلالة على استقلالية القرار وابتعاده عن الضغوطات الأجنبية. ورغم أن الشعار الذي يمثل منهجية الصدريين في التعامل مع القوى الخارجية يمثل جانبا وطنيا خالصا، لكنه جعل من الحنان بعيدا عن أي علاقة مع واشنطن، بعكس الإطار الذي يرى في الحوار مع الإدارة الأمريكية وسيلة للبقاء. ينظر الأمريكيون للصدر أكثر مما ينظر هو لهم، باعتباره زعيما عراقيا يمتلك شعبية واسعة وبعيد نسبيا عن إملاءات إيران، ويتحدث عما يريده الشارع العراقي أولا من إصلاح وخدمات ودبلوماسية خارجية. ولطالما اتسمت سياسة واشنطن أزاء العراق بالمزاجية والتحالف مع الطرف الأقوى على الأرض مهما كان ومهما كانت درجة الخصومة كبيرة، وهو أمر لا يقلل من حظوظ الصدريين في تلقي دعم خارجي مع معلومات عودتهم للعملية السياسية قريبا. متابعينا الكرام، ترعب تحركات الصدر الأخيرة خصومه في الإطار ومن خلفهم إيران التي تقدم الدعم أيضا، فالصدر الذي يمتلك الشارع يقف أمام خيارين حاليا قبيل عودته مع موعد الانتخابات. الخيار الأول هو تشكيل تحالف الفائزين في عام 2021 من جديد، في إشارة إلى التحالف الثلاثي الذي يجمع الصدريين بالحزب الديمقراطي الكردستاني وبتقدم، حيث الكرد والسنة وترتيب الأوراق مجددا. ولا بأس في التحالف أيضا مع قوى ناشئة والليبرالية في ائتلاف أوسع، وذلك في إطار خياره الثاني. وأيا كان قرار الحنانة، فأن الخطة الآن تقضي العودة إلى البرلمان والفوز بمئة مقعد على الأقل، وهو أمر لن يمر في النهاية بسلام مع اعتراضات الإيرانيين وتخطيط الإطار التنسيقي. فكيف ستكون تحركات زعيم التيار الصدري في المرحلة المقبلة؟ وهل سيتمكن من تجاوز جميع العقبات لتشكيل الحكومة التي يرسم لها منذ فترة، ألا وهي حكومة الأغلبية الوطنية؟ خيارات وتحركات يترقبها الشارع في المرحلة المقبلة من المشهد السياسي العراقي.